للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور كريم العمدة. دكتور كريم، أولا بعد التحية، ما الذي يعنيه إصدار مصر لسندات خضراء، وما الذي يعنيه هذا الأمر، وما هي المبالغ الإجمالية لهذه السندات، وكيف تعتقد أن يكون شكل الإقبال على هذه السندات؟ طبعا بداية السندات الخضراء هو اتجاه عالمي جديد، طبعا إحدى وسائل تمويل الأنشطة البيئية أو الأنشطة الصديقة للبيئة. ويعني يمكن مصر، يعني زي ما هو حضرتك أشرت في الخبر، من أوائل الدول في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا اللي هي قامت بعمل تمويل أو صدرت سندات بيئية أو سندات خضراء، وهي تعتبر مصر أيضا ثاني دولة أفريقية بعد نيجيريا قامت بهذه الخطوة. طبعا ده بيؤدي إلى التنوع في حجم الاستثمارات، وتعتبر وسيلة تمويل أيضا جديدة تمول بها المشاريع اللي هي يعني تطرق. يعني السندات الخضراء يمكن الفرق بينها وبين السندات العادية اللي هي بيكون ليها خطة أو ليها هدف، أهداف بيئية بتحافظ عليها زي الأنشطة اللي ممكن بيتم تمويلها عن طريق السندات الخضراء، محطات الطاقة المتجددة، أيضا إعادة تدوير المخلفات ومشاريع الحفاظ على البيئة والمدن الجديدة الذكية الصديقة للبيئة والإدارة المستدامة للأراضي، وأيضا أحلية المياه أو إجراءات الحفاظ على المشاريع المتعلقة باستخدام المستدام للمياه وصديقة المناخ. يعني أيضا هو اتجاه عالمنا زي ما قلت. يمكن كانت في دول أوروبية سبقتنا بهذه الخطوة زي فرنسا، زي بلجيكا، زي طيب دكتور كريم، هل لديك معلومات عن قيمة هذه السندات، وإلى أي مدى تعتقد أن يكون شكل الإقبال عليها؟ طبعا هو السوق العالمي للسندات الخضراء كان في 2019 وصل تقريبا 130 مليار دولار، وهو طبعا يعني لا تزال السندات الخضراء على المستوى العالمي دون يعني المستهدف. يعني يمكن كان متوقع البنك الدولي ان هو يكون عام 2019 يستهدف اكثر من 200 مليار دولار سندات خضراء علشان تمول المشاريع البيئيه او مشاريع التنميه المستدامه على مستوى العالم، ولكن يعني يبدو ان الاقبال عليه عالميا دون المستوى. طبعا يعني مصر هي بحكم يعني بتتجه او بتلتزم بقمه المناخ اللي كان في باريس منذ بضع سنوات وملتزمه بمعايير البيئه المستدامه، فبتجهز بالفعل الى هذه السندات. وطبعا يعني هي برضو الدوله اللي بتطرح تلك السندات بتستفيد ان هي بتبقى العائد بتاعها او الفائده بتاعها بيكون اقل نسبيا من باقي السندات العاديه. الدكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد السياسي، شكرا لك على كل هذه التوضيحات.